بسم الله الرحمن الرحيم، أهلا بكل مشاهدي قناة الأهلي في كل مكان في مصر والوطن العربي الكبير، وحلقة جديدة من برنامج الترند. حلقة النهاردة فيها تفاصيل وكلام مهم جدا عن الأهلي وعن الدوري وعن التحكيم وأيضا عن كأس العالم للأندية، البطولة بالتأكيد اللي كلنا بننتظر المشاركة فيها رقم 6 في مشوار النادي الأهلي وتاريخه مع هذه البطولة الكبيرة كأس العالم للأندية. حلقة فيها تفاصيل وكواليس كتيرة جدا، وفيها كلام مش هتسمعوه إلا هنا في برنامج الترند. لكن نبدأ حلقتنا بسؤال حلقة النهاردة، خاصة بعد ختام مشوار الدوري بالأمس بالنسبة للنادي الأهلي والاستعداد لكأس العالم للأندية. كلمة من كل المشاهدين وكل المتابعين وكل المشاركين للاعبي النادي الأهلي والجهاز الفني قبل السفر إلى قطر للمشاركة في كأس العالم للأندية. شاركونا في الإجابة على هذه الجزئية أو هذا السؤال في صفحات القناة عبر السوشيال ميديا، صفحة الفيسبوك وتويتر وإنستجرام. وفي الفقرة الأخيرة هنستعرض كل الآراء والمشاركات ورسائلكم اللي هتوجهوها للاعبي النادي الأهلي في هذه اللحظة. لكن نبدأ حلقة النهاردة بأهم العناوين. في ترند الأهلي، التحكيم يواصل أخطائه في مباريات الأهلي، مفيش فايدة. كمان في ترند الأهلي، محمد هاني يشارك مع الأهلي في كأس العالم للأندية. كمان في الترند المحلي، منتخب اليد يواجه الدنمارك في ربع نهائي المونديال. قبل كل شيء خالص التمنيات والتوفيق يا رب لرجال منتخب مصر لكرة اليد. النهاردة عنده مباراة صعبة وقوية جدا، لكن بإذن الله هيكونوا قدها، مباراة مع منتخب الدنمارك في ربع نهائي كأس العالم لكرة اليد. نتمنى لهم التوفيق إن شاء الله بإذن الله. طيب، لو أستعرض مع حضراتكم مباريات اليوم، سواء مباريات في الدوريات الأوروبية أو حتى النهاردة في مجموعة من المباريات في مرحلة دور الثمانية في كأس العالم لكرة اليد، أبدأ معاكم في مباريات الدوري الإنجليزي. الساعة 8 في مباراتين في توقيت واحد، بيرلي هيلعب مع أستون فيلا، وتشيلسي هيلعب مع ويلفر هامبتون. الساعة 9:30 برايتون هيلعب مع فولهام، والساعة 10:15 في مباراتين أيضا في نفس التوقيت، إيفرتون مع ليستر سيتي ومانشستر يونايتد مع شيفيلد يونايتد. لكن في مباريات كأس إيطاليا، طبعا كلنا بالأمس شفنا المباراة الكبيرة ديربي الغضب ما بين الإنتر والميلان وفوز إنتر 2-1، لكن النهاردة في مباراتين، 7:15 أتلانتا هيلعب مع لاتسيو، و10 الا ربع يوفنتوس هيلعب مع سبال. في كاس العالم لكره اليد، اربع مباريات هامه وفاصله في دور الثمانيه لكاس العالم، الدنمارك ومصر الساعه 6:30 ان شاء الله، والساعه 9:30 ثلاث مباريات في توقيت واحد، اسبانيا مع النرويج، فرنسا مع المجر، والسويد مع قطر. خالص التمنيات والتوفيق يا رب لمنتخبنا الوطني لكره اليد للفوز اليوم على الدنمارك في كاس العالم لكره اليد. لكن في هذه اللحظات اخرج لفاصل، وبعد الفاصل عندنا كلام مهم جدا، ولكن في فقره ترند الترند. اهلا بحضراتكم من جديد وفقره ترند الترند. ترند الترند النهارده هو الحدث الابرز بالتاكيد بعد مباراه الامس بين بيراميدز والاهلي، والمباراه اللي انتهت بالتعادل السلبي، نقطه لكل فريق في سباق جدول الدوري. والحلقه المفرغه اللي احنا بنتكلم فيها كلنا سواء بعد مباراه بيراميدز او بعد المباريات الاخيره في الدوري، لان لو الاهلي لعب في الدوري لغايه دلوقتي 9 ماتشات، كسب 6 وتعادل 3، عنده 21 نقطة. لكن في الثلاث مباريات اللي حصل فيها تعادل، مش عشان الأهلي تعادل أو فقد نقاط، لا، مباريات فيها أحداث واضحة صوت وصورة، فيها أخطاء تحكيمية واضحة صوت وصورة. أنت بتتكلم في فقد 6 نقاط حتى هذه اللحظة بسبب الأخطاء التحكيمية الواضحة أمام الجميع في ظل وجود تقنية الفيديو الفي آر. أنا اللي عايز أقوله في الجزئية دي مش مسألة إن احنا بنوثق بس إن الأهلي فقد نقاط بسبب التحكيم في 3 مباريات من أول 9 جولات في المسابقة، لا، أنا عايز أوثق نقطة تانية مهمة جدا وإحنا في أول المسابقة، وده أنا قلته في حلقة من الحلقات السابقة في برنامج الترند. المشكلة في التحكيم مش في الأخطاء التحكيمية اللي بتحصل في المباريات، الأخطاء التحكيمية واردة، لكن الأخطاء المشكلة في إيه؟ العنصر البشري نفسه اللي شغال في منظومة التحكيم المصري. في أزمة وفي مشكلة في لجنة الحكام، خلينا نكون واقعيين ونحط إيدينا على المشاكل اللي موجودة فين عشان نشوف لها حل الفترة الجاية. التحكيم المصري الفترة الحالية بيعيش فترة للأسف ليست على المستوى المأمول، أنا بحاول أختار قدر الإمكان التعبيرات والألفاظ اللي تكون مناسبة للأحداث اللي إحنا فيها، ليس على المستوى المأمول، وإحنا بنتكلم لمصلحة التحكيم المصري. في الصالح العام بالنسبة لنا للكرة المصرية لازم يكون عندنا حكام متميزين، وده للأسف نتيجته خارج مصر النتائج كلها سلبية بالنسبة للتحكيم. ما في مباراة بيديرها حكم مصري الفترة الأخيرة إلا ما بيكون فيها اعتراضات
من الفرق المنافسة. لو هتكلم عن نهائي دوري الأبطال الموسم قبل الماضي، لو هتكلم على مباراة الوداد الأخيرة في دوري أبطال إفريقيا، لو هتكلم على مباراة الترجي التونسي في دوري أبطال إفريقيا، لو هتكلم على مباريات في البطولة العربية، كل المباريات اللي فيها جدل تحكيمي. احنا الأول كنا بنقول جاني سيكازوي ومملكة سيما وبكاري جسامة، لا احنا عندنا في مصر على فكرة نفس الحكام بنفس الإطار، بكاري جسامة وجاني سيكازوي، ونفس نفسي ألاقي في مصر حكم بنفس مواصفات فيكتور جوميز، نفسي ألاقي في مصر حكم بمواصفات فيكتور جوميز. بعد ما كنا بنتكلم على الأخطاء التحكيمية خارج مصر بسبب الحكام الأفارقة، بقى نفس الأمر عندنا. ده بقى راجع لأسباب إيه؟ عشان بدل ما بندور في نفس الحلقة المفرغة ومفيش فايدة في كتر الكلام اللي بيتقال، المشكلة الأساسية مين اللي بيدير ملف التحكيم؟ أولاً عشان تقيم الحكام لازم تنزل لهم مراقبين يقيم الحكام بدرجات وبتقييم فني عادل، ده أولا، ده واحد. طب هل الحكام اللي بيراقب عليهم هل حكام محايدين أو مراقبين حكام محايدين؟ لا. لو رحنا بصينا على الكشف المتعلق بمراقبين الحكام هتلاقي بنسبة تتخطى 60-70% أعضاء اللجنة هم اللي بينزلوا يراقبوا على الحكام، لدرجة أن في حكام سابقين سابوا وتركوا مسألة مراقبين الحكام وبقوا حاليا مراقبين مباريات من لجنة المسابقات. يعني هل تتخيل وصلنا لمرحلة ان الحكام السابقين اللي اعتزلوا عشان ما بياخدوش دورهم في المراقبة وفي مراقبة الحكام في المباريات سابوا ده وبقى دلوقتي بيراقبوا من خلال لجنة المسابقات، بقى مراقب مباراة مش مراقب حكام؟ ده راجع لإيه؟ لان 60% أو 70% من المباريات اللي بيراقبها الحكام السابقين هم اعضاء اللجنة. يعني انا كحكم او انا كمسؤول عن اللجنه ومسؤول عن التحكيم المفروض بيجي لي التقارير واقدر على اساسها اقيم الحكم. طب ازاي انا هكون انا بقيم وصاحب قرار في نفس التوقيت؟ ما انا اكيد ليا مصلحه في الاختيار، ما انا اللي اخترت الحكم اللي هيدير هذه المباراه، فبالتالي لما هقيمه انا بقيم اختياري مش بقيم الحكم، فهديله درجه كويسه، فالحكم هتلاقيه موجود تاني. ما تصدقوش فكره ان في حكام بيتوقفوا، ما في حكام ممكن يبتعدوا مباراه واتنين وهتلاقيهم تاني، لكن هل رجعوا بمستوى فني افضل؟ لا، بيرجعوا بنفس الاخطاء. يبقى اولا عندك مشكله في لجنه الحكام نفسها، ما عندهاش حكام محايدين بينزلوا يراقبوا بشكل حيادي، ده اولا. ثانيا المشكله مش في التقنيه، المشكله مش في الفار، المشكله في العنصر البشري اللي بيدير التقنيه والحكم الموجود في ارضيه الملعب. احنا وصلنا لمرحله ان قوانين اللعبه بعد ما حصل فيها تطوير وتحديث الحكام مش عارفينها. يعني امبارح نتفق نختلف على كرة والتر بواليا رغم ان كل الحكام امبارح طلعوا اكدوا ان الكرة هدف سليم 100%، بس نفترض فيها شك، هل من الطبيعي في ظل وجود تقنية الفار ان الحكم يصفر قبل ما تخلص اللعبة؟ ده يا كابتن جهاد، ده انت عندك مثال فيكتور جوميز في مباراة الاهلي والوداد المغربي، الكرة اترفعت التسلل من الحكم المساعد وحكم المباراة فيكتور جوميز ما صفرش على الكرة الا لما دخلت الشباك عشان يشوف بعد كده الفار هيقول له اه او لا. نوصل لمرحلة ان احنا قوانين اللعبة نفسها والتحديث اللي بيحصل فيه عندنا مشكلة فيه، دي مشكلة كبيرة. يعني لعبة زي امبارح دي على فكرة بالمناسبة هنا الحكم خلاص الفار ما يقدرش يتدخل لانه صفر قبل ما والتر بواليا يكمل على الكرة ويحرزها هدف. ده الف ب خطأ تحكيمي لا يغتفر، خطأ في تطبيق القانون، دي نقطة. النقطة التانية الحكم اللي موجود على التقنية في غرفة الفار، انت الطبيعي موجود عشان لو في خطأ تحكيمي موجود في الملعب بتقول للحكم تعالى بص عليه، لكن لما تتفق مع الحكم وانت قدامك اكتر من زاوية واكتر من كاميرا بتقول لك الكورة فيها شك لازم تقول للحكم تعالى اتفضل تبص على الكورة. لكن احنا وصلنا لمرحلة ان الفار كمان بقى بيأمن على الحكم وكأنه بيقول للحكم انا معاك في القرار، او كأنه بيقول للحكم انا مش هحرجك في اتخاذ القرار. في بعض الحكام الدوليين بالمناسبة بيزعلوا لما بيتم استدعائهم للفار اكتر من مرة، وتحس كده ان في امتعاض وهو طالع يبص على الكوره كذا مره وكان الفار بيصححها واخطائه. انتوا الاثنين بتكملوا بعض، انتوا الاثنين بتكملوا بعض. فاخطاء التحكيم في مصر تعدت الاخطاء البشريه، احنا عندنا اخطاء فنيه كبيره جدا في تطبيق القانون. في كلام تاني عن اخبار الاهلي ومباراه بيراميدز بالامس والاستعداد لكاس العالم للانديه، لكن اخرج الى فاصل وبعد الفاصل عندنا كلام مهم جدا في هذه الجزئيه واستعداد الاهلي للمرحله اللي جايه قبل مواجهه الدحيل يوم الخميس القادم. اهلا بحضراتكم من جديد واجواء مباريات كاس العالم للانديه. طيب عشان نعيشكم في الحدث على طول،
في الترند، هتشوفوا لقطات وهتعرفوا اخبار ومعلومات حصريه عن ان شاء الله مشاركه الاهلي في هذا الحدث الكبير. لذلك اذهب مباشره الى الدوحه لكي نتعرف على كيفيه الاستعدادات واخر الترتيبات اللازمه في قطر قبل مواجهه الاهلي ان شاء الله وانطلاق كاس العالم للانديه يوم الخميس القادم 4 فبراير. برحب في هذه اللحظات بالاستاذ رجائي فتحي الناقد الرياضي. استاذ رجائي مساء الخير على حضرتك. مساء الخير استاذ محمد عليك وعلى كل المشاهدين الافاضل. طيب احنا في قلب الحدث معاك من الدوحه وبنطمن على اخر الترتيبات والامور التنظيميه باستقبال بعثه الاهلي والوفود الرسميه وايضا الامور الفنيه المتعلقه بفريق الدحيل. اخر الاخبار عند حضرتك وخلاص البطوله خلاص يعني خلال ايام قليله هتنطلق ان شاء الله. بالنسبه للاستعدادات الحقيقه الكل منتظر في الدوحه قدوم فريق النادي الاهلي نادي القرن الافريقي. سعاده كبيره للجاليه المصريه اللي موجوده في الدوحه، ايضا الجاليات العربيه اللي موجوده. حضرتك تعلم تماما قيمه اسم النادي الاهلي على صعيد القاره الافريقيه وايضا على الصعيد العالمي، فوزوا قبل كده بالمركز الثالث في البطوله. في استعدادات كبيره، يمكن الاهلي هينزل في واحد من افخم الفنادق اللي موجوده في الدوحه. حقيقي لحد دلوقتي الوضع بالنسبه لعمليه الاستقبال قد يكون استقبال الاهلي على غير عاداتنا وعلى غير رغبتنا احنا حتى كجاليه مصريه موجوده في الدوحه بعيدا عن نكون نقاد رياضيين. هيكون الوصول للمطار مباشره عمل مسح كورونا ثم الذهاب الى الفندق، ما اعتقدش هيكون في استقبال بالصوره اللي ممكن يكون عليها اي فريق قبل كده. وطبعا حضرتك عارف السبب معروف، اجراءات الاحترازيه بسبب فيروس كورونا كوفيد 19. أكيد. بالنسبه لكل شيء بالنسبه للاهلي ان شاء الله يوصل يوم الجمعه الدوحه الساعه 8، هيكون في استقباله وفد من اللجنه المنظمه العليا للبطوله، هيروح على الاوتيل. ثاني يوم ان شاء الله هيكون عنده مباراه، هيكون عنده تمرين وعلى حسب البرنامج اللي موجود ليه هيتمرن الفريق في الدوحه. ايضا فريق النادي الاهلي كل الاستعدادات من الجاليه المصريه عمل استعداد كبير برئاسه سعاده المستشار حسام ابو العيله، هيكون في استعدادات كبير للنادي الاهلي بحيث كل شيء موجود، الاعلام موجوده، الفانلات موجوده، التيشيرتات موجوده، السكارفات، الشعارات، كل حاجه موجوده، هتكون موجوده في الملعب، حتى الثالثه شمال هتكون موجوده. طيب عايز اسالك على الدحيل يا استاذ رجائي كمان، عايز اسالك على فريق الدحيل الناحيه الفنيه حاليا خلاص بعد ما اختتم مبارياته بيستعد لكاس العالم للانديه. الدحيل خلاص دخل اجواء البطوله بعد نهايه مباراته بالامس مع فريق الاهلي القطري في الدور ثمن النهائي لبطوله كاس الامير. الدحيل كسب بنتيجه كبيره بسداسيه نظيفه، نتيجه كبيره جدا يعني بالنسبه للمباريات الاقصائيه في البطوله. هو جاهز تماما لخوض المباراه، جاهز تماما. الدحيل فنيا انا من وجهه نظري يمكن الحاجه الوحيده اللي بيفتقدها فريق الدحيل هي عملية يمكن التنظيم نوعا ما، لكن هو فريق عنده قوة هجومية على أعلى مستوى. أنت بتتكلم فريق بيلعب بأربع لاعبين في الخط الأمامي، المعز علي هداف كأس آسيا وأفضل لاعب في آسيا 2019، عنده إدميلسون واحد من أفضل الأجنحة اللي موجودة في آسيا وليس فريق الدحيل، الوافد الجديد اللاعب دودو اللاعب البرازيلي أدى مستويات عالية جدا، أيضا بالإضافة إلى مايكل أولونجا اللاعب اللي استخدمه من اليابان هداف الدوري الياباني لاعب كيني يمكن في الماتش الاخير سجل هاتريك. الدحيل عنده الخط الدفاعي نوعا ما يمكن هو مش عايز اقول من اقل الخطوط، لكن دايما بيعتمد على القوه الهجوميه، وعنده خط وسط على اعلى مستوى يمكن بيغيب عنه واحد من افضل اللاعبين في قطر وهو لاعب المنتخب القطري كريم بوضياف. حتى هذه اللحظه لم تتحدد مدى امكانيه مشاركه اللاعب في البطوله من عدمها، لكن بقيه خطوط الفريق عنده لاعبين صغار، لاعبين شباب، عنده خطوط متكامله متجانسه. يمكن في دوري ابطال اسيا النسخه الماضيه يمكن ما وصلش لادوار متقدمه فيها، لكن هو بصفه عامه فريق جيد، بطل الدوري العام الماضي، عنده عناصر جيده وعنده البديل وبديل البديل، حتى المحترفين الموجودين معاه الجوده عاليه جدا، تقدر تقول من افضل المحترفين، مش عاوز اقول لك في اسيا، حتى على مستوى افريقيا لو احنا بندور على مقارنه بمحترف الاهلي او الفرق اللي موجوده في افريقيا، لا الدحيل عنده محترفين في الخط الامامي عاليين جدا. طيب عايز اسال حضرتك كمان على الملاعب، طبعا في ملعبين تم تحديدهم من قبل الفيفا مع اللجنه المنظمه المحليه لاستضافه المباريات. صحيح. هل هيكون فعلا في زون مخصص داخل الملعب بحيث ان الفرق والوفد الاعلامي الرسمي مع الصحفيين المقيمين في الدوحه مع الجماهير ومع وفد الفيفا كل واحد موجود في اطار ممنوع فيه اختلاط بسبب الاجراءات الاحترازيه؟
كلامك صحيح 100%. في حاجه اسمها الفقاعه الصحيه، اللاعبين، الاجهزه الفنيه، الاجهزه الاداريه، حتى الوفد الاعلامي المرافق لكل فريق هيكون موجود معاه في الفقاعه الصحيه، كل فريق في الفندق، الدخول والخروج فقط من الملعب للتدريب ومن الملعب لاداء المباراه، غير هذا لا يمكن تواجدهم في اي مكان. حتى المؤتمرات الصحفيه حتى هذه اللحظه اللي بلغنا به من قبل الاتحاد الدولي لكره القدم عن طريق اللجنه المحليه اللي موجوده في قطر، اللي هتكون اونلاين، هتكون عن بعد، الصحفيين زي ميتنج عن طريق زوم، كله يوجه الاسئله للمدرب اللي موجود. غير كده حتى هذه اللحظه لم يتم اقرار اذا كان هيكون في منطقه الميكس زون ام لا، هيكون في لقاءات بعد المباريات، اعتقد هيكون في النقل الحصري لقاءات بعد المباريات، وايضا باجراءات احترازيه يكون في مسافات الامنه بين اللاعب وبين المذيع او المراسل اللي موجود في الملعب. تمام. غير كده لسه لحد دلوقتي ما فيش اي جديد بالنسبه لعمليه التغطيه، لكن انا بقول لحضرتك حتى بالنسبه لنا احنا كاعلاميين لازم نعمل تيست كورونا قبل المباراه ب 72 ساعه كحد اقصى. كل مباراه ما يكونش في فاصل زمني بينها 72 ساعه علشان تدخل المباراه لازم تعمل تيست كورونا. تاكد تماما استاذ محمد، جميع اللي موجودين في الملعب، جميع الموجودين لاعبين، جماهير، الجماهير طبعا نسبه 30% تكون حاضره، اعلاميين، كله هيكون عامل تيست كورونا ويكون نتيجته سلبيه علشان يقدر يدخل الملعب، ضمانا لسلامه الجميع سواء اللاعبين او اجهزه فنيه واداريه حتى الجماهير، حتى لا يحدث انتشار لفيروس كورونا، وكلنا تمام. عارفين الجائحه وتاثيرها في العالم. طيب سؤال اخير، وللاسف عشان وقتنا بيجري معاك يا استاذ رجائي، كمان سؤال متعلق بالبطوله في حد ذاتها، هل في مؤتمرات صحفيه خلال الساعات الاخيره او خلال الايام القادمه قبل وصول الوفود الرسميه لاعلان اخر التفاصيل النهائيه، ولا الامور حتى هذه اللحظه بسبب بنفس الاجراءات اللي تم اعلانها خلال الفترات الاخيره؟ يعني هل في مستجدات؟ حتى هذه اللحظه كل الجداول موجوده، يعني انت لو سالت مسؤول النادي الاهلي عندهم جداول بالتدريبات بالفنادق، مظبوط، بكل شيء موجود عندهم، مواعيد الوصول موجوده والجميع يعرف مواعيد وصوله. لكن اعتقد ممكن اللجنه المنظمه قبل انطلاق البطوله ممكن تعمل مؤتمر، اللجنه المنظمه المحليه للكشف عن كافه التفاصيل الخاصه بالبطوله، غير الاجراءات الاحترازيه والسلامه اللي حصلت في الفتره الماضيه والحديث عن الاجراءات الصحيه. لكن بصفه عامه انت نسيت بس اقول لك على معلومه يمكن البعض يعرفها أو لا يعرفها، المباريات هتتلعب على ملاعب مكيفة، يعني حتى لو درجة الحرارة بالليل هتكون دون المعدل، عارفين احنا دلوقتي فصل الشتاء فممكن درجة الحرارة تكون 16 17 يرفع درجة الحرارة حتى 20 22 بحيث تكون درجات حرارة ملائمة ومناسبة جدا للاعبين ان هم يأدوا في أجواء مناخية على أعلى مستوى، وده شيء جيد جدا. أستاذ رجائي فتحي الناقد الرياضي الكبير، بشكرك شكرا جزيلا على كل هذه الأخبار والمعلومات، عيشتنا في قلب الحدث قبل انطلاق البطولة بأسبوع من داخل الدوحة ومن ملاعب الدوحة قبل انطلاق هذه البطولة. شكرا جزيلا لحضرتك، وإن شاء الله بإذن الله تكون مشاركة جيدة وموفقة للنادي الأهلي. الأهلي هناك موجود في الدوحة، عايز أقول لكم شعبية الأهلي كبيرة في الخليج، وهتشوف النهاردة وهتشوف الفترة الجاية يعني صور وفيديوهات وبث مباشر لأمور كثيرة جدا هتوريكم إزاي الأهلي شعبيته كبيرة في الخليج، وحدث استثنائي مشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية، مشاركة رقم 6 برقم استثنائي لنادي القرن في إفريقيا. أخرج إلى فاصل، وبعد الفاصل لسه عندنا الجديد والمزيد، ولكن بعد الفاصل. أهلا بحضراتكم من جديد. طيب أخبار الأهلي النهاردة، الفريق كان في مران صباحي بالتأكيد عاقب مباراة بيراميدز بالأمس، وخلاص احنا بنتكلم بقى في الفترة اللي جاية، سيبنا بقى من مشاكل الدوري المصري والتحكيم، الأزمات دي مش هتخلص طالما ما فيش حد بيحاول يطور ويشوف المشاكل دي تتحل إزاي. لكن عندنا بقى حدث أهم، كأس العالم للأندية، العالم كله هيتفرج على هذا الحدث الاستثنائي، والأهلي بيمثل فيه إفريقيا وفي بيمثل مصر أيضا. النهاردة كان فيه مسحة طبية بالتأكيد النادي الأهلي كان لازم يجريها صباح اليوم قبل السفر ب 72 ساعة، طبقا طبعا للشروط والتعليمات من الاتحاد الدولي فيفا قبل السفر إلى قطر. الفريق الكامل خضع لمسحة طبية صباح اليوم قبل المران الصباحي، والحمد لله يعني خلال الساعات القليلة القادمة بإذن الله هيتم إعلان النتيجة، وعلى أساسها هيتم بإذن الله سفر الفريق عصر يوم الجمعة عشان يبدأ يدخل بقى كمان في إجراءات احترازية والفقاعة الطبية فور الوصول لفندق الإقامة وإجراء مسحة، والفريق بالكامل هيلتزم داخل فندق الإقامة وكل واحد في الغرفة المخصصة ليه لمدة من 6 إلى 8 ساعات لحين ظهور نتيجة المسحة، وبعدها مباشرة يبدأ الفريق بقى يواصل نشاطه في الدوحة استعدادا للبطولة. النهاردة بيتسو موسيماني عمل محاضرة للاعبين قبل مران الأهلي، طبعا بيتكلم على الأخطاء الفنية اللي ممكن كانت موجودة في مباراة الأمس مع بيراميدز، عمل جلسات أيضا كمان مع عدد من اللعيبة، أحمد رمضان بيكهام، عدد من اللعيبة، طبعا
النجم الكبير ايمن اشرف كان ابرز لاعب امبارح في كل الارقام والاحصائيات اللي خرجت من المباراه. النهارده الحمد لله كمان طبيب النادي الاهلي دكتور احمد ابو عبله طمنا على حاله محمد هاني الظهير الايمن، استبدل امبارح في الجزء الاول من بدايه المباراه وشارك مكانه احمد رمضان بيكهام، لكن الحمد لله اصابه الخلفيه لمحمد هاني بسيطه وخفيفه. يمكن يعني دكتور احمد ابو عبله طبيب الاهلي قال الاصابه يعني الحمد لله والاشعه طمنتنا على حالته، وهو بالكثير هيحتاج 5 ايام بالظبط للتعافي خلال الفتره اللي جايه، ولسه قدامنا حوالي 8 ايام على مباراه الدحيل. النهارده كمان اكرم توفيق شارك في المران الجماعي، الحمد لله يمكن اكرم كان في قلق في مساله المساحات الطبيه التي اجراها خلال المباراتين الماضيتين وكان خرج من القائمه، لكن في التوقيت المهم قبل السفر لقطر الحمد لله المسحه بتاعته سلبيه وانتظم النهارده في المران الجماعي. النهارده بيتسو موسيماني كان ليه دور مهم جدا في جلسه نفسيه وفنيه مع والتر بوليا على هامش المران، الجلسه كان معظم الكلام فيها تحفيز خاص جدا للمهاجم اللازامبي والتر بواليا. بالمناسبة أي مهاجم معرض أنه يكون في بداية انضمامه لأي فريق غير موفق، لكن المهم الاستمرارية، المهم ثقة الجماهير والجهاز الفني في اللاعبين، ده مهم جدا ولنا بالتأكيد عبرة فيما حدث مع فيلافيو المهاجم الأنجولي، مهاجم الأنجولي اللي قعد سنة كاملة بدون إحراز أهداف وبعد كده كان أبرز مهاجمي القارة الإفريقية. أيضا كمان بيتسو موسيماني اجتمع مع أحمد رمضان بيكهام زي ما قلت في البداية على هامش مران النادي الأهلي. وليد سليمان ونيدفيد النهاردة زي ما قدامكم على الشاشة كانوا بيستكملوا البرنامج التأهيلي استعدادا للمرحلة اللي جاية. وآخر حاجة النهاردة الاتحاد المصري لكرة القدم أعلن أن مصر طلبت تنظيم نهائي دوري أبطال إفريقيا عام 2021 وأيضا كمان تنظيم كأس الأمم الإفريقية للشباب تحت 20 عام في عام 2023. نتمنى يا رب بإذن الله يكون تنظيم نهائي دوري أبطال إفريقيا للسنة الثانية على التوالي في مصر، لعل وعسى تكون القضية ممكن للمرة الثانية. طيب نروح نتكلم بقى على موضوع المشاركات وآراء الجماهير أو الرسالة اللي طلبناها من الجمهور أن يقدمها للاعبين قبل السفر إلى كأس العالم للأندية. خالد صلاح بيقول للعيبة العبوا بروح الفانيلا الحمراء. أحمد سعيد بيقول بالتوفيق بإذن الله. أحمد وعمر محمد بيقول بالتوفيق إن شاء الله 11 راجل في الملعب. زيكو جمال بيقول بالتوفيق يا أبطال. بالتوفيق يا رب بإذن الله لكل اللاعبين والجهاز الفني في هذه البطولة. كأس العالم للأندية حدث استثنائي، الأهلي إن شاء الله يقدر يقدم فيه مباريات جيدة. وهو في النهاية رسالة للجمهور استمتعوا بروح المونديال خلال الأيام القادمة. أشكر حضراتكم بالتأكيد على حسن المتابعة والمشاهدة، وبإذن الله نلتقي على خير في حلقات أخرى قادمة من برنامج الترند. شكرا وإلى اللقاء. في حاجات وأماكن ومعارف بيروحوا نسيانهم سهل، والفرق في حبنا للأهلي إنه في نفس غلاوة الأهلي. اسأل على الأهلي وأغراضه هيقول لك وسع للقطر، وكفاية على الأهلي اهلا بحضراتكم من جديد. طيب اتكلمنا عن الاستعدادات والامور التنظيميه واللوجستيه واستقبال الفرق خلال الفتره القادمه وعشنا الاحداث من خلال الاستاذ رجائي فتحي، لكن عايزين نطمن بقى على رابطه المشجعين وعايزين نعرف ايه المفاجات اللي ممكن تتحضر خلال الساعات اللي جايه فور وصول البعثه ان شاء الله يوم الجمعه القادم. لذلك في هذه اللحظات انا بطير الى الدوحه مع سياده المستشار حسام ابو العلا رئيس رابطه مشجعي الاهلي في الدوحه في ظهور لاول مره عبر شاشه قناه الاهلي عشان نعرف منه اخر الترتيبات لاستقبال الوفود والبعثه الرسميه وايضا كمان التشجيع في المباريات الرسميه. معالي المستشار اهلا بحضرتك ومنور شاشه قناه الاهلي. استاذ محمد اهلا بيك، واولا شرف كبير ليا ان انا اكون موجود لاول مره قناه بيتنا الكبير، وشرف كمان ان انا اكون موجود مع حضرتك، وربنا يخليك يا رب ويا رب دايما من تقدم لتقدم ان شاء الله. طيب هيبقى عليكم دور كبير قوي الفتره الجايه، لان دايما النادي الاهلي الحمد لله شعبيته جارفه وشعبيه كبيره، لكن في تحدي كاس العالم للانديه في قطر، وجماهير النادي الاهلي والجماهير العربيه الحمد لله شعبيه الاهلي كبيره، فهيبقى ده ظاهر من خلال صوت وصوره بقى في المباريات وفي استقبال البعثه.
اخر الترتيبات لكل هذه الاجراءات خلال الايام الجايه ان شاء الله هتمشي ازاي؟ محمد فعلا انت قلت كلمه تحدي، واحنا قبلنا التحدي والحمد لله رب العالمين. احنا عايزين نوصل رساله لكل جماهير الاهلي على مستوى العالم ان جماهير الاهلي في قطر موجوده، جماهير الاهلي في قطر هتسنده، الفريق النادي الاهلي هيكون موجود هنا كانه بيلعب في استاد القاهره ان شاء الله بامر الله. طبعا زي ما حضرتك عارف يا محمد انه العالم كله بيمر دلوقتي بظروف استثنائيه بسبب ظروف كورونا، لكن احنا من اللحظه الاولى، من لحظه فوزنا بالتاسعه، بدانا بالتواصل بشكل مباشر مع اللجنه المنظمه للبطوله، وكان في تعاون منقطع النظير بصراحه وترحيب وفرحه، يعني دي الحاجه الملموسه جدا، الكل فرحان بالاهلي. ما يليق بالاهلي لا يليق بغيره يا محمد. فعلا ده احنا لمسناه من الجميع، اللجنه المنظمه بتحاول تسهل لنا كل الاشياء المطلوبه للجماهير في ظل المتاح من اجراءات احترازيه. الجماهير هنا المصريه والاهلاويه اللي موجوده بصراحه كله في حاله انكار للذات مش طبيعيه، على كله عاوز يساهم، كله عاوز يشارك، كله في انتظار فريقنا ان هو يشرفنا ان شاء الله بامر الله علشان نخوض هذا التحدي، وان شاء الله بامر الله احنا زي ما قلنا القاضيه ممكن بنقول المونديال كمان ممكن ان شاء الله باذن الله. طيب اول ما البعثه هتصل ان شاء الله يوم الجمعه الساعه 8 بتوقيت الدوحه، لكن هتكون التاسعه بتوقيت الاهلي بقى باذن الله، هتنظموا ازاي الاستقبال والترتيب لغايه ما الفرقه توصل وفي ظل وجود اجراءات احترازيه؟ عارف ان هيبقى في امور معينه بيتم التنسيق لها ان شاء الله. بالظبط، هو زي ما حضرتك قلت يا محمد، هو ان شاء الله الفريق هيوصل يوم الجمعه الساعه 8 ان شاء الله، على بال ما يطلع من المطار هتكون بقت الساعه 9 بتوقيت الاهلي. طبعا احنا في ظل الاجراءات الاحترازيه كان في صعوبه بالغه لموضوع التنسيق لعمل استقبال جماهيري والكلام ده كله، لكن بالتعاون مع اللجنه المنظمه واللجنه الامنيه بصراحه سهلوا لنا الموضوع ده، والحمد لله. انا بقولها لك دلوقتي كمفاجاه وكحاجه حصريه لقناه النادي الاهلي انه خدنا وحصلنا على الموافقه لاستقبال بعثه النادي الاهلي في المطار، بالاضافه لتحقيق استقبال تاريخي لم يحدث لاي نادي على مستوى العالم من قبل. ان شاء الله بامر الله رب العالمين هيكون في نقاط استقبال للنادي الاهلي وبعثه النادي الاهلي من المطار وحتى وصول الفندق. والفكره عندنا كمان يا محمد مش هتبقى بس مجرد ان انت بتستقبل فريق جاي على بلد عشان يلعب بطوله، الفكره كلها ان حاله الاستقبال هتستمر مع النادي طول ما هو موجود في الدوحه حتى نهايه البطوله ان شاء الله بامر الله. فكره الاستقبال، فكره نقاط التشجيع، طبعا احنا عارفين انه الفريق ستطبق عليه الفقاعه الطبيه زي ما مصر بتطبقها دلوقتي في كاس العالم لليد، فنفس الموضوع هيطبق على النادي الاهلي او فريق النادي الاهلي وبعثه النادي الاهلي وكل الفرق المشاركه في بطوله كاس العالم للانديه. ففي ضوء التدابير الاحترازيه اللي تم التنسيق بيها بيننا وبين اللجنه المنظمه وكل الجهات المعنيه هنا في دوله قطر، هننظم الاستقبال ابتداء من المطار وحتى الوصول للفندق بشكل ان شاء الله بامر الله يليق بالنادي الاهلي ويليق باللجنه المنظمه، يليق بمصر ويليق بجمهور الاهلي الكبير في دوله قطر ان شاء الله. طيب عايز اسالك بقى على الثالثه شمال، انت عارف ده منبع الابطال وشعله النشاط لتشجيع الاهلي، هيتم الترتيب ازاي بالنسبه للثالثه شمال؟ هل في داخله التذاكر، تذاكر المباريات كمان هي اونلاين، لكن ازاي بتنسقوا موضوع التذاكر عشان يكون في اكبر قدر ممكن من جماهير الاهلي في المباريات ان شاء الله؟ بالظبط. طبعا شوف محمد، موضوع الثالثه شمال بالنسبه لنا هي ايقونه، واول اجتماع كان بيننا وبين اللجنه المنظمه بصفه رئيس رابطه مشجعي النادي الاهلي في قطر، اول حاجه قلناها الثالثه شمال، عايزين الثالثه شمال، وفعلا حاولوا معانا اللجنه المنظمه، وعلى اعتبار انه التيكتنج بتاعت البطوله تابعه للفيفا فكان في صعوبه في الاول علشان ننسق الموضوع ده، بالاضافه كمان انه عدد الجماهير للاسف هو 30% بس اللي هيحضروا في الاستاد، ففي ضوء العدد المتاح ده الحمد لله رب العالمين الثالثه شمال تقريبا 95% من اللي موجودين فيها جمهور الاهلي. وانا عايز اقول لك، مش عايز اقول لك انه 95% الموجودين في الاستاد هيكونوا الاهلي ان شاء الله بامر الله، لانه كان في صعوبه دلوقتي في موضوع الحجز لان العدد محدود جدا والفيفا هي المسؤوله عن طرح التذاكر اونلاين، فيعني لسه في تذاكر ان شاء الله بامر الله غير المجموعه الكبيره جدا اللي طرحت والمجموعه الكبيره جدا اللي موجوده في الثالثه شمال، في مجموعه لسه ان شاء الله بامر الله حتى قبل المباراه ب 24 ساعه سيتم طرحها على مراحل. طيب بالنسبه للثالثه شمال وايقونه النادي الاهلي والدخلات، طبعا التيفوز اللي احنا طبعا مجهزين وعندنا استعدادات كبيره جدا لموضوع الدخلات،
ولكن طبعا كان في صعوبه كبيره جدا على اساس انه التيفوس هي مساحتها كبيره جدا وهتنتقل من ايد لايد وفي تدابير احترازيه وكده، فكان في صعوبه. فاحنا بالتنسيق مع اللجنه الامنيه واللجنه المنظمه للبطوله قدرنا نوصل لحل وسط ان شاء الله بامر الله، برضو هيسجل حاجه تاريخيه للنادي الاهلي بامر الله. المهم ان كل الاستاد ان شاء الله بامر الله هيبقى ثلاثه شمال، جماهير النادي الاهلي في داخل الاستاد وفي قطر هيكونوا داعمين بشكل كبير جدا للنادي الاهلي ان شاء الله بامر الله رب العالمين. طيب 30% من سعه الاستاد، يعني بنتكلم مثلا الاستاد لو بيسع 40,000 متفرج ممكن في حوالي 12 13,000 هم اللي هيكونوا موجودين في الاستاد، من 12 13,000 ممكن يكون 10,000 او اكتر اهلاويه او اكتر او اكتر. طبعا كنت اتمنى يا محمد، كنت اتمنى ان احنا نكون في ظروف غير ظروف الكورونا. لو سعه الاستاد 100,000 كنت هتلاقي 100,000 موجودين في الاستاد بيشجعوا النادي الاهلي، ولكن في ظل الظروف اللي موجوده حاليا هم 30% بس. ولكن بقدر اقول لك وانا كل ثقه انه ان شاء الله بامر الله اكثر من 9,000 ل 10,000 هيكونوا مشجعين النادي الاهلي في الاستاد ويملأوا جنبات الملعب، وان شاء الله بامر الله هنغني هزيجنا ونفرح بشهود الاهلي ان شاء الله بامر الله. معالي المستشار حسام ابو العيلة رئيس رابطه مشجعي الاهلي في قطر، انا بشكرك شكرا جزيلا. لسه هيكون لينا كمان لقاءات اخرى خلال الفتره الجايه ومع اولى مباريات الاهلي في المونديال، لسه عندنا كلام معاك على حضور الجماهير وايضا كمان الاجتماعات اللي بتتم عشان التنسيق والتشجيع داخل الملعب. انا بشكرك شكرا جزيلا لكل هذه المعلومات، وباذن الله موفقين في هذا التحدي لان الاهلي الحمد لله شعبيته كبيره وجارفه في الخليج العربي. اخرج الى فاصل وبعد الفاصل لسه مكملين مع حضراتكم باقي فقرات برنامج الترند.